السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة ضد منتخب المغرب في كأس العالم. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن تأهل منتخب المغرب إلى النصف النهائي لأول مرة في تاريخه كأول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة هدف دون مقابل. وبعد نهاية المباراة خرج الأسطورة البرتغالية وهو يدرف الدموع بعد الإقصاء المر والذي أنهى مسيرته الكروية بدون الحصول على كأس العالم. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بعد تأهل منتخب المغرب للنصف النهائي لأول مرة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.